تعالوا نعرف مزيد من التفاصيل برضو مع حضراتكم. ناخد كابتن محمد إبراهيم كابتن الأهلي ومنتخب اليد السابق. يا كابتن إبراهيم صباح الفل وكل سنة وحضرتك طيب. طيب أنا وأنت صباح الخير. أنا برحب بيك طبعا، وأنا عايز أبدأ كده لأن شفت إزاي أصلا فكرة مشوار هنا منتخب اليد في البطولة والفوز اللي في كل المباريات، يعني بجانب كمان التألق من جميع اللاعبين. أنا مش عايز أحسد بس بجد ما شاء الله حاجة ولا أروع. بتشوف ده إزاي؟ طبعا مبارك لزمايلي ومبارك لجمهور مصر الكبير يعني على الفوز والتأهل للنهائي إن شاء الله. والتأهل عايز أقول معلومة، يعني التأهل كأس العالم الجاي ده مصر تعتبر عملت انجاز تاريخي، احنا والمانيا وفرنسا اول ثلاث منتخبات يعني ما تغيبش عن ولا نسخه من 30 سنه كاس عالم. فده طبعا انجاز تاريخي لازم الناس تبقى عارفاه، وبارك للناس وبطمنهم ان شاء الله البطوله هتبقى موجوده لمصر، وانجاز كبير طبعا لكره اليد المصريه ومصر كره اليد كلها يعني. طب انا عايزه برضو اروح مع حضرتك لنقطه، هل كنت متوقع اصلا من خلال خبرتك اننا نفوز على المنتخب التونسي اللي هو بنتكلم ان هو صاحب الرقم القياسي يعني تتويجيا بالبطوله برصد هنا 10 مرات واحنا 7 مقارنه لو هنتكلم بلغه الارقام، هل كنت متوقع او شايف حاجه زي كده؟ والله على الورق والارقام حاليا بقالنا 3 سنين او 4 سنين، لا المنتخب بتاعنا اقوى بكتير. العناصر او الجهاز البشري عندنا افضل في كل مركز، في 2 أو 3 لعيبه. المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري بقى لهم 3 سنين أو 4 سنين بيمروا باسوء فتراتهم. فلا على الورق كنت متوقع جدا وكل الناس كانت متوقعه، لكن ممكن الاداء امبارح كان مخيب شويه لبعض الناس. لكن النقطة الإيجابية إن الحمد لله إحنا عملنا ماتش وحش، تونس عملت ماتش كويس جدا لكن في الآخر كسبنا. فهي دي سمة المنتخبات القوية والمنتخبات الكبيرة، إن أنت ممكن في أسوأ حالاتك وبتعدي الماتش وبتكسب. ده يدل على شخصية المنتخب يعني، وإنه بيمتلك لعيبة عندها خبرات بتعرف تلعب تحت الضغوط وفي الأوقات الصعبة يعني. يعني برضو لو حضرتك هتقبل كلامي شويه، هو كتر خيرهم من بدايه البطوله وهم عاملين اداء ولا اروع، لو في حتى تعثر في مباراه ما ده اعتقد حتى مش شيء يحزننا، خلينا نقول حاجه زي كده ممكن تكون معادله طبيعيه جدا، وحضرتك تتفق معايا طبعا. لا لا طبعا انا بتفق مع حضرتك جدا، ده كلامي بيقول ان بعض الناس بتنتقد المنتخب وبيقولوا ان المستوى مش كويس وكان في رعونه. لا بالعكس، هو امبارح الدنيا كانت هتمشي طبيعي جدا والماتش كان هيمشي في الريتم الطبيعي بتاعه، لولا بعض طبيعي بعض الفرص سهله نقطة العدد في اوقات كتير من المباراه، هو ده اللي اثر على النتيجه وخلى ان الماتش كان ازمه في الاخر. لكن في المجمل برضو بقول ان دي سمه المنتخبات القويه اللي عندها بالظبط ان انت تلعب وحش وتكسب، فدي ميزه مش شايفها ميزه جامده جدا، مش عيب. صحيح. انا هروح مع حضرتك لاخر نقطه او اخر سؤال عندي، فكره هنا ان مباراه النهائي طبعا فيها دوافع اكيد بتكون مختلفه بين منتخب نتكلم منتخب مصر صاحب ال7 نقاط ده بلغه الارقام والراس الاخضر اللي اول مره اصلا يوصل للنهائي، ازاي ممكن يعني يتم التعامل مع هذا اللقاء؟ وفكره هنا تجنب برضو الثقه الزايده اللي ممكن وبتحصل كتير في رياضات مختلفه ان هي تقلب بالعكس يعني تبقى مش لصالحنا لضدنا للاسف. هو منتخب الراس الاخضر اول مره يوصل فعلا، لكن هو منتخب قوي بقى له 2 أو 3 سنين في الساحه الافريقيه ظاهر. عنده لعيبه محترفه في البرتغال، عندهم طموح طبعا ان هم واصلين لكاس العالم وهيلعبوا على نهائي افريقيا، بيلعبوا بدون ضغوط لان هم عارفين بيلعبوا منتخب كبير زي منتخب مصر وعلى ارضه. فطبعا هي خطوره الماتش ده بس ان هو ماتش فاينل وبتلعب فرقه ما بتتكيش على حاجه بالبلدي كده يعني، نازله تلعب انت اللي عليك الضغط الجماهيري وعليك الضغط اللي انت يعني اسمك. لكن انا واثق جدا في لعيبه منتخبنا وفي المدرب اللي ماسك حاليا وفي الاداره الفنيه والاداره الاداريه من جانب الاتحاد، ان هم اكيد موصلين الكلام ده للعيبه، واللعيبه لعيبه كبيره كلها وفاهمه الموضوع ده. عارف ان شاء الله هيعدي بكره ان شاء الله على خير يعني. ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن ابراهيم وبالتوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر. تاني هقول لحضراتكم اللي بيتابع هذه البطولة أداء ولا أروع من منتخبنا، وحاجة بجد مشرفة وحاجة تليق باسم مصر.